أبنائي الطلبة، نرحب بكم بقسم الرياضيات بمدرسة عبد الله الصانع، ونقدم لكم أهم أفكار الوحدتين السادسة والسابعة. السؤال الأول: احسب القيمة العددية للمقدار 3 س تربيع ناقص 5 س عندما قيمة س ناقص 3 أو سالب 3. نعوض مكان كل س بسالب 3، نضع قوسين مكان السين، ونعوض بداخل القوسين بالقيمة سالب 3 ناقص 5 مكان السين قوسين، ونضع سالب 3. سالب 3 مربعها 9، إذا 3 ضرب 9. نحول الطرح إلى جمع ونعكس: 5 في 3 15، و3 في 9 27، ومجموعهم 42. ننتقل لسؤال جديد: أوجد ناتج جمع ثلاثيتي الحدود 5 س تربيع زائد 3 س ناقص 7 و س تربيع ناقص 2 س ناقص 3. نضع الحدودية الأولى في قوس ونجري العملية المطلوبة جمع الحدودية الأخرى. نقوم الآن بجمع الحدود المتشابهة 5 س تربيع مع 1 س تربيع، الواحد لا يكتب عادة، مع 1 س تربيع 6 س تربيع 3 س ناقص 2 س 1 س وناقص 7 وناقص 3 بمعنى سالب 7 وسالب 3 مجموعهم سالب 10. ننتقل إلى سؤال طرح: اطرح س تربيع ناقص 5 س ناقص 6 من 6 س تربيع زائد 2 س ناقص 4. المطروح منه خلف كلمة المن هو المطروح منه 6 س تربيع زائد 2 س ناقص 4، نضعها في الأول والعملية طرح، ونضع الثلاثية الحدود الأخرى س تربيع ناقص 5 س ناقص 6. نقوم بإجراء عملية الطرح: الحدود الأولى كما هي نكتبها، والطرح أمام القوس يعني المعكوس الجمعي لما داخل القوس، موجب س تربيع معكوسة سالب س تربيع، سالب 5 معكوسة موجب 5 س، سالب 6 معكوسة موجب 6. ونقوم بجمع الحدود المتشابهة 6 س تربيع ناقص 1 س تربيع 5 س تربيع موجب 2 س موجب 5 س موجب 7 س وسالب 4 وموجب 6، إشارة الأكبر ونطرح يعني زائد 6 ناقص 4 2. ننتقل لسؤال آخر: عملية ضرب، اضرب سالب 3 س تربيع في 2 س زائد 3. نكتب سالب 3 س تربيع ونفتح القوسين، ونقوم بضرب سالب 3 س تربيع في الحد الأول وفي الحد الثاني. سالب 3 س تربيع في 2 س، إذا طالما الإشارة سالب فتعكس إشارة ما داخل قوسين، إذا الموجب يصبح سالب، والعدد في العدد 3 في 2 6، وس تربيع ضرب س ضرب القوى جمع الأسس 2 زائد الأس، هنا واحد لا يكتب عادة، يساوي 3. المعكوس إذا الإشارة معكوس، الجمع يصبح طرح، و3 في 3 9، والسين تربيع تنزل كما هي. ننتقل لسؤال ضرب حدانية في حدانية، نضرب الحد الأول في الحد الأول والحد الثاني للحدانية الأخرى، ثم الحد الثاني للحدانية الأولى في الحد الأول والحد الثاني للحدانية الثانية. إذا سين ضرب سين، سين تربيع ضرب القوى جمع الأسس، سين في سالب 3 سالب 3 سين زائد 5 في سين موجب 5 في سين موجب 5 سين وموجب 5 في سالب 3 سالب 15. نجمع الآن الخطوة الأخرى الثانية، نجمع الحدود المتشابهة، سين تربيع تنزل كما هي، وسالب 3 سين وموجب 5 سين مجموع 2 سين وسالب 15 تنزل. أوجد مربع الحدانية، مربع الحدانية هي ضرب الحدانية في نفسها، أي س زائد 4 أس 2 يعني مربعها، وهي ليست إلا جداء الحدانية في نفسها مرتين. بنفس الطريقة نضرب س في س وفي 4، والأربعة نضربها في س وفي 4، وس في س س تربيع زائد 4 في س 4 س، 4 في س 4 س، و 4 في 4 16. نجمع الحدود المتشابهة، إذا الناتج النهائي س تربيع
أربعة وأربعة ثمانية سين والستاعش تنزل كما هي. ننتقل لسؤال قسمة، اقسم أربعة سين تكعيب زائد ثمانية سين تربيع ناقص 12 سين على أربعة سين. إذا نكتب هذه كثيرة الحدود ونقسم كل حد فيها على أربعة سين. إذا أربعة سين تكعيب على أربعة سين، ثمانية سين تربيع على أربعة سين، وناقص 12 سين على أربعة سين. إذا أربعة على أربعة واحد، قسمة القوى طرحها ثلاثة سين أس واحد لا يكتب عادة، إذا ثلاثة ناقص واحد سين أس اثنين، ثمان زائد ثمانية على أربعة اثنين، سين تربيع على سين اثنين ناقص واحد سين أس واحد، ناقص 12 على أربعة ثلاثة، وسين على سين واحد. وننتقل لسؤال تحليل بإخراج عامل المشترك الأكبر. إذا لدينا ثلاثة حدود، الحد الأول ننظر إلى العدد ستة وأربعة واثنين، إذا العامل المشترك هنا اثنين في ثلاثة واثنين في اثنين واثنين، إذا العامل المشترك هو اثنين، والسين أيضا مشتركة، السين المشتركة ننظر إلى أصغر أس، إذا الحرف المشترك بأصغر أس صاد أس واحد صاد أس اثنين صاد أس ثلاثة، إذا صاد، ونكتب العامل إذا اثنين والسين بأصغر أس والصاد بأصغر أس، إذا العامل المشترك بين الحدود الثلاثة اثنين سين صاد. الخطوة التالية نقسم كل حد على العامل المشترك الأكبر. إذا ستة تقسيم اثنين ثلاثة، سين تربيع تقسيم سين سين، وصاد على صاد واحد، زائد أربعة على اثنين اثنين، سين أس أربعة تقسيم سين سين أس ثلاثة، أربعة ناقص واحد ثلاثة، وصاد تربيع تقسيم صاد أس اثنين أس واحد اثنين ناقص واحد واحد، زائد اثنين على اثنين واحد، سين على سين واحد واحد في واحد واحد، وصاد تكعيب تقسيم صاد ثلاثة ناقص واحد يساوي اثنين. ننتقل لسؤال آخر، حلل الفرق بين مربعين. الفرق يعني طرح بين مربعين، أي الحد الأول مربع والحد الثاني مربع. طالما الفرق بين مربعين جاهز، إذن نطبق السين تربيع تحلل إلى سين وسين، والتسعة هي مربع العدد ثلاثة، ومن يجد صعوبة في العثور على العدد يقوم بإجراء عملية جذر تربيعي بالآلة الحاسبة، وسينتج معه أن مربع العدد ثلاثة هو تسعة، إذا ثلاثة وثلاثة مرة زائد ومرة ناقص. بنفس الطريقة الحد الأول مربع مقسم إلى جزئين، الجزء الأول أربعة مربع الاثنين والسين تربيع مربع السين، والحد الثاني 25. إذا بنفس الطريقة الأربعة يعني اثنين وسين تربيع يعني سين، يعني الحد الأول اثنين سين اثنين سين مرة زائد مرة ناقص 25، خمسة وخمسة. ننتقل إلى مجموعة حل معادلة من الدرجة الثانية بالاعتماد على التحليل الفرق بين مربعين. المعادلة لها طرفان، طرف أول وطرف ثاني. الشرط الأول يجب أن نجعل الطرف الثاني صفر، الشرط هنا محقق وجاهز. نقوم بالطرف الأول بتحليل الفرق بين مربعين يساوي الصفر، نكتبها أولا لأن أغلب الطلبة تنسى كتابتها. إذن وسين تربيع ناقص 16 تحلل إلى سين وسين مرة زائد مرة ناقص، والستاعش أربعة أربعة. جداء قوسين يساوي الصفر، إما القوس الأول يساوي الصفر أو القوس الثاني يساوي الصفر. سين زائد أربعة يساوي الصفر بإضافة المعكوس الجمعي لموجب أربعة هو سالب أربعة، متعاكسين مجموع صفر، يبقى في الطرف الأول سين صفر وسالب أربعة سالب أربعة. بنفس الطريقة نضيف المعكوس الجمعي موجب أربعة وموجب أربعة، متعاكسين مجموع صفر، سين يساوي صفر وأربعة أربعة، السالب أربعة ينتمي إلى نون والموجب أربعة ينتمي إلى نون، ونكتب مجموعة الحل
يساوي قوسين المجموعة سالب 4 وموجب 4. ننتقل إلى سؤال آخر، 4 س تربيع يساوي 25. نلاحظ أن الطرف الأيسر، الطرف الثاني لا يساوي الصفر، نجعله صفر بإضافة أو بطرح 25 من الطرف الأول والطرف الثاني. ما نقوم به في الطرف الأول نقوم به بالطرف الثاني. إذا 4 س تربيع ناقص 25 يساوي 25 ناقص 25، إذا أصبح الطرف الثاني صفر. 4 س تربيع ناقص 25، فرق بين مربعين يحلل إلى جداء قوسين، الأربعة يعني 2 والسين تربيع يعني سين 2 سين 2 سين، مرة ناقص ومرة زائد، والخمسة وعشرين تحلل إلى 5 5، إما القوس الأول صفر أو القوس أو الثاني يساوي الصفر، إما 2 سين ناقص 5 صفر أو 2 سين زائد 5 يساوي الصفر، بإضافة المعكوس الجمعي، إذا موجب 5 موجب 5 متعاكسين صفر، يبقى عندنا 2 سين يساوي صفر وخمسة خمسة. نريد قيمة السين الواحدة، نقسم الطرفين على المعامل العددي للسين 2، 2 على 2 1، وتبقى عندي سين تساوي 5 على 2. بنفس الطريقة نضيف المعكوس الجمعي لموجب 5 سالب 5، متعاكسين مجموع صفر، 2 سين يساوي صفر وسالب 5 سالب 5. نقسم الطرفين على 2، 2 على 2 1، إذا سين تساوي 5 على 2 وسين تساوي سالب 5 على 2 ينتمي إلى نون ينتمي إلى نون، ومجموعة الحل موجب 5 على 2 سالب 5 على 2. ننتقل لسؤال آخر، حل المتباينة 2 سين زائد 7 أصغر تماما أو يساوي سالب 3. بنفس أسلوب حل المعادلة من الدرجة الأولى، المتباينة من الدرجة الأولى، إذا أولا نتخلص من العدد في الطرف الأول بإضافة المعكوس الجمعي للطرفين موجب 7، إذا نضيف المعكوس سالب 7 سالب 7، متعاكسين مجموع صفر، إذا 2 س أصغر أو يساوي، نجمع الأعداد سالب 3 وسالب 7 سالب 10. نريد قيمة السين الواحدة، نقسم طرفي المتباينة على المعامل العددي للسين 2، تقسيم 2 تقسيم 2، 2 على 2 1، وتبقى لدينا س أصغر أو يساوي سالب 10 تقسيم 2 5. إذن ونكتب نقرأ المتباينة من اليمين إلى اليسار، إذن كل عدد نسبي أصغر تماما أو يساوي سالب 5 هو حل للمتباينة. بنفس الطريقة سؤال آخر، إذن بنفس الطريقة نضيف المعكوس الجمعي للطرفين، معكوس سالب 5 موجب 5 في الطرفين، متعاكسين مجموع صفر، 3 س أكبر تماما من 10 زائد 5 15. نريد قيمة السين الواحدة، نقسم الطرفين على المعامل العددي للسين اللي هو 3، إذا 3 س على 3 أكبر من 15 تقسيم 3، 3 على 3 1، وتبقى لدينا س أكبر 15 تقسيم 3 س أكبر من 5. إذا كل عدد نسبي أكبر، نقرأ من اليمين إلى اليسار، كل عدد نسبي أكبر تماما من 5 هو حل للمتباينة.